أعلن مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية واس إرسال دولتي المملكة العربية السعودية والإمارات سفينة تحمل ما يزيد عن 50,000 طن من الأسمدة الزراعية اليوريا واحتياجات المزارعين من ميناء الجبيل الصناعي في المملكة إلى ميناء بور السودان بالخرطوم بشكل عاجل لإنقاذ الموسم الزراعي في السودان. وأكد المصدر أن هذا الدعم جاء بتوجيه مباشر من قيادتي البلدين استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان، نظرا لكون الزراعة تمثل مصدر دخل رئيسيا لعدد كبير من أهل السودان.